السلام عليكم، كيف شو اخبار شو اخباركم؟ معكم عمر من قناة من وعاد عمر. اليوم جانا لكم فيديو جديد وموضوع جديد. فيديو راح يكون اليوم عن لعبة ماينكرافت، سلسلة بناء البيوت، سلسلة رقم 2 من سلسلة بناء البيوت. فيديو راح يكون اليوم عن بناء بيت حلو وسهل بنفس الوقت، بيت صغير ما بيستهلك منك كتير اغراض، بس بتساوي اول ما تبدأ عالمك السيرفايفر رح يفيدك كتير كتير اول ما تساويه. وصدقوني يا شباب حيفيدكم كتير كتير. Let's go، خلينا نبدأ. هلأ اول شي حنساويه يا شباب، لا هاي غلط، حنكسر 1 2 3 4 وحنرجع نعمل نفس الشي مرة تانية، لا ومرة تالتة هاي غلط، وحنحط هلا حنكسر هاي وحنحط واحدة هون، حنكسر هاي ونحط واحدة هون، وهلا حنحط هاي هون، حنكمل هيك وهلا حناخد هذا الخشب. هلا انا حاستعمل هذا الخشب، الواحد شوف فيه شو يستعمل شو ما بده حسب منطقتك اللي انت عايش فيها بعالمك. حنحط 1 2 3 على هاي الزاوية، حنعد 1 2 3 وحنحط على الرابعة هون 1 2 3، حنحط على حنحد واحد، لا هاي غلط، حنعد 1 2 3 هاي غلط، حنحط الرابعة هون 1 2 3، وهلا حنعد واحد وحنحط الثانية هون 1 2 3. هلا بنكون صار معنا هذا الشكل. هلا حناخد هذا الخشب وحنحط هيك 1 2 3، حنفتل هيك وحنحط الرابعة والخامسة هون، نفس الشي فوق حط هيك بالعكس يعني فوق، بس هي هاد هيك، لا هي غلط مو هيك، لازم تكون هاي هيك، وهلا حنحطها هيك لآخر شي. هلا بكون صار معنا هذا الشكل. هلا حنحط واحدة هون، هذا حيكون منطقة الباب هون، هلا حنجي لهون حنحط هيك 3 1 2 3، وحنحط هاي هيك وهاي هيك. هلا حنعمل هون نفس الشي، هلا نفس الشي صار هون وهون. هلا اللي حنساويه حنعمل حنجيب هذا لا ثواني ثواني ثواني، هيك ما بيزبط، نساويه من جوا احسن لانه من برا بتكون طالع لبرا، هيك نكون هون. وهلا هون بنحط كمان شباك، هون حنحط شباك. هلا حنعمل هيك وحنحط باب هوني. هلا حنساوي سقف البيت، حناخد هاد حنحط هاد البلوك نص بلوك هاد، حنكمل هيك حنساوي السقف، هلا بنكون ساوينا السقف. هلا حنساويه من جوا بما انه بيت صغير، حنأسسه من جوا، وهلا حنحط هاي الشمعة هون ونفس الشي هون. هلا حنفوت نساويه من جوا. اول شي حناخد هاد، هاي مساوينا مشان هذا، نحط صندوق هون وصندوق هون مشان نقدر نفتح هاد، وحنحط هون تخت هيك، وحنحط هاد هون وهاد هون، هيك يكون صار معنا هذا الشكل. ونحط واحدة هون، ونكون هلأ خلصنا هذا البيت. هذا البيت جدا بسيط يعني لعالمك سيرفايفل، أول ما تبدأه حيفيدك كتير كتير، صدقوني يا شباب حيفيدكم كتير. وبس لحنهي مقطعنا اليوم، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعل جرس التنبيهات، ومع السلامة. We'll be right back.